أنا مثل ما قلت لكم بتقضب بهالفرصة هذه ما دام الوجيه الطيبة وضيوفنا الكرام حاضرين، ولازم نستفسر منهم. واليوم الحين أبي أستفسر من الأستاذ قاسم، إن شاء الله يحفظك وقواكم الله على أعمالكم وشغلكم المتعوب عليه، وواضح الجهد والتعب اللي فيه وقواكم الله. أبي أسألك يا أستاذ قاسم، ما شاء الله تعاملت مع أسامي كبيرة، منهم عبد الحسين عبد الرضا رحمة الله عليه في التنديل، وحياة في الجليب، والبلام في ورثة بن عاقول. أبي أنا سؤالي، ما بين الأسامي هذه اللي انذكرت، هل كان في شخص منهم يهتم بتفاصيل العمل الصغيرة والكبيرة أيضا، ويهتم أن العمل بيطلع بأحسن صورة؟ هل هم كلهم ولا أحد منهم، ولا في اسم ثاني غير الأسامي اللي ذكرناها ودك تطرحه؟ والنعم بالكل، طبعا كلهم فنانين ولهم التقدير والاحترام، وهل في عندك موقف ما تنساه حصل ويا هذه الأسامي؟ إن كان لك موقف زين وها على قولتهم محفور بالذكرى، قل لنا شنو هو الموقف هذا يا يبا، وقواكم الله. الله يقوي. في موقف معين محفور بالذكرى؟ والله شوفي، اللي ذكرهم كل ابوهم والنعم فيهم، وكل ابوهم الصراحة بالنسبة حق الأستاذة حياة، بالنسبة للمرحوم الله يرحمه، وكان البلام فعلا يهتمون في التفاصيل. يعني كانت أم سوزان الله يذكرها بالخير، أول ما بنيت لها القرية طلبت عندها أن ماتي، قلت لها ما تين شو اسمه، ليش؟ عشان لا تقعد تعطيك، عشان لا تشوفين لما اخلص وبعدين تعطي ملاحظات. وفعلا لما جت شافت القريه استانست وايد من الشغل، وكانت حتى في الجليب، يعني هي لها رؤيه في الجليب، قالت احنا كان اول جليب ما يصير خشن، يعني هذه ملاحظه مهمه. فانا كنت مسويه خشن، فقالت لي لا، الجليب يصير ناعم. فسويناه فعلا ناعم حقها مثل ما هي طلبت. وكان المرحوم الله يرحمه نفس الطريقة، يمكن في صورة أنا معه لما رحنا قرية خليفة خليفة، كذلك كان معاي في تفاصيل. يعني لما طلبت أن مثلا البيوت تنهد، قلت له هذه تنهد هذه تنهد هذه تنهد ويصير بالطريقة هذه، وفعلا هو كان يلزم على خليفة أن تنهد البيوت، وإحنا راح نسوي تفاصيل من جديدة مثلها، أن السموم اللي تصير على البيوت، يعني البيت ما يصير جديد شكله، فيصير لازم يصير في الجو، العوامل الجوية اللي هو المطر. يعني تخيل إحنا كنا نسوي، أنا أصنع المطر، يعني نأخذ من الرمض مع ماي عقب ما خلص الديكور، عشان لا يصير شكله جديد، اي، ونرش عليه من فوق علشان نطيح شكل المطر وهو طايح، زائد ان احنا انا ارش السموم اللي هو الدخان، اللي البيئه اللي احنا فترشين على البيوت علشان يعطيها شويه شكل اللون هذا والشكل المستهلك. فهذا حتى لما شافها خليفه كان بالبدايه كان مو موافق على شو اسمه هد البيوت وش اسمه طريقه ان انا بنبيها مره ثانيه. فلما شافت الشغل هذا قال لا، وهو قام يشتغل العمل اللي بعده سوى نفس الشيء، السموم والسوالف هذه، عشان بالكاميرا يطلع شكله مختلف عن لما يكون جديد. ما صحيح يكون الصفقه راح تصير جديده، اكيد شكلها جديد، فلازم تاخذ الشغل.